الانسان اللي بيجيلك بيشتكي من بين ده بيبقى مش سببه حاجة واحدة، وإلا كان هيبقى تشخيصها سهل ولطيف وما بيفرقش دكتور عن دكتور. يعني ايه اللي بيفرق بقى دكتور عن دكتور؟ يعني ايه اللي بيفرق دكتور فاهم عن دكتور مش فاهم؟ انه الدكتور اللي فاهم ده بيعرف يشخص، تمام؟ ولما بيشخص بيشخص صح، ولما بيشخص صح بيعالج صح. فانت لو معرفتش تشخص الألم مش هتعرف تعالجه صح، وهنشوف مع الوقت ازاي في دكاترة فعلا بتدمر العيان وهي متخيلة انها كده بشوات يعني. طيب خلينا نبتدي واحدة واحدة. ايه هي الاسباب اللي في الدنيا اللي ممكن تسبب آلام في منطقة الفم والرأس، اللي هما الاجزاء من الجسم اللي البيشنت هيجولك انت كطبيب اسنان يشتكوا لك منها؟ انا ماليش دعوة ببقية الجسم، ما تخصنيش كدكتور سنان. البين اللي في بقيه الجسم ما يخصنيش كدكتور سنان، تمام؟ البين اللي يهمني الاورال اند فيشل. حلو كده. طيب هيشتكي لك من ايه؟ هيجي يشتكي من ايه؟ ايه اسباب الالام اللي ممكن يشتكي منها العيان؟ هما في 5 اسباب كبيره، او خلينا نقول 4 اسباب كبيره، و اللي هما مين؟ اللي هما السوماتيك. يعني ايه سوماتيك؟ احنا اتفقنا انه البين ده سببه، يعني ليه الانسان بيحس بالالم؟ عشان في جزء من جسمه في تيشو دامج. لحد هنا الدنيا حلوه، ده اللي اتفقنا عليه في السلايد اللي فاتت. طيب في جزء من جسمه في تيشو دامج، وبالتالي الجسم بيبتدي المخ بيبتدي يجيله سيجنلز انه في تيشو دامج، حس بالالم علشان نتحرك، تمام؟ طيب ايه الجزء اللي في جسمك ده اللي عنده تيشو دامج؟ according للجزء ده احنا عملنا، او مش احنا يعني هو عملوا الكلاسيفيكيشن دي. والله في جزء في الاورال اند فيشال ريجن في سوماتيك بروبلم، يعني في دنتال بين، بريدونتال بين، هنشوف بعد كده. يعني في حاجه دنتال، يعني في سنه مسوسه، في بالب اكسبوزد، في ما اعرفش ايه، الكلام ده كله هيبقى يقول انه ده تيشو دامج، وبالتالي ده سوماتيك تيشو دامج في الاورال كافيتي، وبالتالي بتحس باورال بين. طيب افرض ان السنه مش مسوسه وما فيهاش حاجه، بس النيرف اللي موصل لها هو اللي فيه باثولوجي. طيب فبالتالي دي مش هنقدر نقول عليها سوماتيك بقى، مش السنان ولا الميوكوزا هي اللي تعبانه، فهنسميها نيورولوجيكال كوز. طيب افرض ان السنه تمام والميوكوزا تمام والنيرف تمام، بس الماسلز اللي بتحرك الماندبل متضايقه، فبالتالي هنا التيشو دامج موجود فين؟ في الماسلز، فهنسميها ماسكولار كوز. افرض ان انت ما عندكش اي حاجه من الثلاثه دول فيهم مشاكل، وانت ما عندكش اورال بين، احنا بنتكلم على اورال اند فيشال بين، انت عندك صداع، فهنا ده نوع اخر من البين هنسميه هيدك. طيب افرض بقى ان انت كله ده تمام وبرده البيشنت بيشتكي من بين، فبالتالي حطوهم في مجموعه 5 سموها اذرز، تمام؟ يبقى الكوزز اوف اورال اند فيشال بين بتترجم ل 5 عناوين كبيره: سوماتيك بين او سوماتيك كوز، نيورولوجيكال كوز، ماسكولار كوز، هيدك او اذرز. يعني يا اما الاورال كافيتي هي اللي تعبانه، يا اما النيرف تعبان، يا اما الماسل تعبانه، يا اما حضرتك عندك هيدك، يا اما حاجه 5 غير دول خالص هنعرفها بعدين. طيب ايه، خلينا نبتدي بقى واحده واحده من دول ونتكلم عليها بروقان بقى كده. ايه، ما احنا مش ورانا حاجه بقى. طيب نتكلم على واحدة واحدة، بتبقى الشكوى شكلها ايه علشان نعرف نشخصها. طيب السوماتيك بين احنا مش هنتكلم عليه كتير، لانه ده اللي انتوا اتكلمتوا عليه، يعني اللي احنا بنتعلمه في 5 سنين اسنان، اللي هو الدنتال بين، البريدونتال بين، ميوكوزال بين، البون بين، سواء في باثولوجي جوه، يعني في ليجن جوه البون، او تي ام جي فيه مشكلة، تمام؟ فدول اول حاجات لازم حضرتك تفكر فيهم، انت دكتور اسنان نمرة 1، فبالتالي مش دكتور بشري يعني. فالبين البيشنت جاي بيشتكي لك من الم في بقه، يبقى انت لازم بيقول لك الجزء ده في الفك تعبني، فحضرتك لازم تقيم الاسنان، تكشف عليها بروبينج محترم، بريدونتال بروبينج، تشوف البريدونتال كونديشن، تقيم الجنجفا كلينيكالي، وتقيم الميوكوزا، تعمل كومبرنسيف اورال اكزامينشن، تبص على كل الاورال كافيتي انسبكشن اند بالبيشن، وتتاكد ان مفيش اي ليجنز، مفيش اي ابنورماليتي، شايف ان الدنيا كويسه بس ممكن يكون في حاجه انتروبوني، فاعمل اكس راي تاكد ان الدنيا كويسه، والله في حاجه تقلق ساعتها انترفين، مفيش حاجه تقلق يبقى ندخل على الخطوات اللي بعد كده، تمام؟ يبقى السوماتيك ده مهما كانت شكوى العيان لازم حضرتك تعمل انترا اورال اكزامينشن محترم جدا 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 قبل ما تدخل في اي خطوه بعد كده. يبقى احنا نمره 1 ده اللي هو السوماتيك كوز لازم تستبعده كخطوه اولى قبل ما
تبتدي تتكلم في اي other causes of pain. ليه؟ لان ده تقريبا 90% من الاوجاع اللي بتجيلك عيادتك بتكون في somatic causes، اما كانش اكتر من 90%. تمام؟ يبقى حضرتك ما تفكرش اول حاجة في دماغك تنط في دماغك ان احنا بنتكلم في neurological cause، احنا بنتكلم في muscular. ماشي، انت بتاخد history محترم، والهيستوري احيانا بيوديك ناحية الماسكولر او نيورولوجيكال كوزز، بس نمرة واحد حتى لو انت في دماغك بعد الهيستوري وصلت لقناعة او لفكرة عامة ان احنا بنتكلم في الماسكولر كوز، بس الاول برضو اعمل اورال اكزامينيشن محترم جدا، دنتال بيريدونتال اند ميوكوزال، وبعد كده واعمل اكس رايز اتاكد ان المكان اللي البيشنت بيشتكي منه انترا اورالي ده ما فيهوش مشاكل، وبعد كده نبتدي نتكلم بقى على اعمل اكزامينيشن يا سيدي للنيرف، اعمل اكزامينيشن للمسل زي ما هنشوف بعد كده. بس نمرة واحد واثنين وتلاتة انك لازم تستبعد الانترا اورال كوزز، السوماتيك انترا اورال كوزز. تمام؟ فالخطوة دي اساسية جدا 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 جدا، علشان احيانا في ناس بتتخيل ان انا دكتور شاطر جدا ومذاكر قوي وبتاع، وانا مذاكر بقى تشابتر البين ده كويس قوي، البيشنت جه بيشتكي من كذا، نط على الماسكولر بين ده، احنا هنكتب دواء كذا وهنعمل كذا، وهو اصلا عنده حاجه اكسبوزد او حاجه كده، وهو مش مركز، او بريدونتال بروبلم، او حاجه امباكتد، او وهو عشان فاكر نفسه فتك بقى فراح نط عليها على طول. لا، حضرتك امشي بالخطوات علشان توصل صح. ما ينفعش النط سلمة او سلمتين هنقع على جدر ابدا. فالخطوة الاولى لازم تتعامل باحترام. حضرتك لازم تعمل intraoral examination. انا عارف انا طولت قوي، بس يعني الجزء ده مهم جدا، ان انت لازم تعمل intraoral examination dental, periodontal and mucosal، وتستخدم ال investigation اللي انت محتاجها علشان تستبعد اي intraoral somatic cause قبل ما تنط على الديفرنشل اللي بعد كده. تمام؟ خلصنا السوماتيك كوز وخلصنا الفيديو الاولاني الحمد لله. هنبتدي بعد كده في السلسله، هنكمل في السلسله بقى ايه هي الانواع الاخرى من البين وكيف يتم تشخيصها.